خالتي خياتي اليوم ندير لكم حلوى اقتصاديه عائليه تاع سكرفيش تاع بكري، نسكرفجوها بهذا. هايله اقتصاديه. واش فيها؟ فيها 5 حبات بيض، فيها كيلا زيت، وفيها كيلا سكر، وفيها لاستيش هذه اللي قلت لكم قشور تشينا مع قشور القارص اللي طيبناهم شويه في سكر. اي وحده سقساتني على هذا واش شنو هو، اختي هذا تشينا سكرفجناها مع القشور القارص ودرنا له شويه سكر طيبناه فوق النار، ومن بعد كي نطيبوه يولي هكا، ومن بعد نخبيوه في الثلاجه في الكونجيلاسيون. وزوج نواره والفرينه مغربله ومعجون باه نزينو به وكاكاو. دوك على بركة الله نبداو ناخذو 5 بيض، حبات بيض، نزيدو لها هاديك الكيلة تاع السكر، نزيدو لها كاس تاع الزيت، نزيدو لها هاديك لاصيص لي قلتلكم عليها تبن كابونة، نخلطوها. الفرينة تاعنا هذيك المغرب لكن ما قلت لكم نديرو فيها زوج نوار هكذا ونخلطو العجينة تاعنا. كي تولي العجينة نقسموها هكذا، ومن بعد نقسمو العجينة تاعنا على الزوج، وحدة نخليوها فاني والاخرى نزيدو لها الكاكاو. ناخذ هذاك بابي كويسون تاعنا نحطو في السنيوه تاعنا ونحلوها هكا. كي نحلوها هكا ناخذ المعجون تاعنا نديرو كميه مليحه كولا اللي غديناها هكا شوكو قسمناها نصوانين ونسكبجوها هكا. شوفو خواتاتي ها نسكرفجو لها من الفوق ها دوكا نحطوها في الفرن يكون ساخن ونقصنا له ومن بعد نشوفو كي تطيب. ها شوفو كيف جات له، شوف يتشهي بصحتكم وبصحتي. هاي نبين لكم شرفه نحي لكم يدانكم وتشوفو عينيكم ها طريه وبنينه. ها جاكم واحد هذه غفله حطوا هادو ها شوف شهية طيبة وصحتكم ودعموني واشتركوا في قناتي ونلقاكم على خير. الملتقى ان شاء الله ليكم فيديو واحد اخر ان شاء الله وبالسلامه.